بداية الرحلة، الرحلة اللي هتكون انت فيها بطل حكايتك، الرحلة اللي هتؤهلك لحياتك الجامعية ومسيرتك المهنية اللي انت بدأتها من وانت طفل صغير وداخل الحضانة لأول يوم لحد ما وصلت لمرحلة ثانوية عامة علمي. وعشان انت تستحق تكون الأول، انا معاك وفي ظهرك للنهاية. يلا بينا نبدأ حكايتك اللي هتكون فيها بطل من أبطال أوائل الجمهورية دفعة 2025 بمشيئة الله. السلام عليكم. يلا بينا يا شباب كده نمسك أسئلة الكلاس وركشيت. وخلي بالك إن أسئلة الكلاس وركشيت هي أسئلة تدريبية، أسئلة هتتدرب فيها كويس جدا عندك وتعلم من تفكيرك. يعني أنت في أسئلة كانت موجودة جوه الواجب، بعدين أسئلة حليناها في السيشن وركشيت واحنا شغالين اسف في الشرح، اسف جوه حصه الشرح، بعدين سيشن ورك شيت دي بقى المرحله ديت. طب لو انت ناسي اي حاجه روح بص على فيديو السامري وتعالى مره تاني. اتفقنا على كده؟ يلا بينا. طب هو بس السؤال ده وهتلاقيه برضو موجود في الهوم ورك، اتحط عندك هنا يعني مش في مكانه، فالسؤال ده مؤجل لسيشن 2، مؤجل سيشن 2، وانا بحل كلاس ورك شيت بتاع سيشن 2 هتلاقيني بحل السؤال ده معاهم. نمسك السؤال الاول ده رقم 2. For this graph where A and B are two conductors، السؤال مين اعلى R؟ اول حاجه انت بترسم جراف ما بين I و V، وانا في الشرح شرحت لك ان في فرق ما بين V و I و I و V. لما يكون ال V فوق وال I تحت يطلع الاسلوب R. تحط عندك التريانجل ده بتاع الجرافز V equal I في R، V على I يدي R، لكن هنا انت معاك I على V، ده الاسلوب، الواي على الاكس، I على V لما تعكس يبقى الاسلوب يا ابو الابطال 1 over R. استفيد ايه بقى من اللي انا عملته ده؟ ان كده الاسلوب مع الار علاقه انفرسلي، طالما الاسلوب فوق والار تحت دي علاقه انفرس. يعني ايه يا مستر؟ يعني اللي عنده انجل كبيره يبقى عنده اسلوب كبير. عادي انجل كبيره يعني اسلوب كبير، هو اسلوب يعني انجل، مالهاش دعوه دايركت ولا انفرس، اسلوب ليه دعوه بالانجل بس. انجل كبيره الاسلوب كبير، سواء العلاقه دايركت او انفرس، الاسلوب ملوش دعوه بالعلاقه دايركت او انفرس. طب انجل صغيره سلوب صغير. طب لما يكون عندي ايه عندها سلوب كبير، هنا بقى نبص على العلاقه. ايه علاقه الاسلوب بالار؟ هنا تظهر دايركت ولا انفرس. الاسلوب الكبير تبقى الار صغيره، والاسلوب الصغير يبقى الار كبيره، يبقى كده الار بتاع بي اكبر من الار بتاعت ايه، فيبقى الاختيار الصح هيبقى بي. السؤال اللي بعده، رسمنا جراف ما بين ورك وكيو. In the opposite graph 1 and 2 then connection series together، اللينس بتاع فيرست واير اكبر ولا اصغر؟ برضو السؤال ده مؤجل سيشن 2. question number 4، find v1 and v2 واداني الار. السؤال ده حلو قوي 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 قوي. اولا انا عاوز اجيب V1 وعاوز اجيب V2. بصراحة انا اقدر اجيب V2 بمنتهى السهولة. ازاي بقى نوار؟ بص يا عم، مش ال V بتساوي I في R، ما الاميتر بيقرا ال I، ده كده اسمه الكرنت انتنستي. يبقى V2 equal I في R equal 3 فولت. طيب مش فولت الباتري equal V1 plus V2 plus V3 لو كان موجود؟ طب ما انا كده معايا فولت الباتري ب 12 وفي 1 هي المفقوده مش معايا، وفي 2 بقت انا جبتها ب 3 فولت وديني حتى انا بالماينس، يبقى في 1 ايكوال 12 ماينس 3 ايكوال 9 فولت، يبقى كده جبت في 1. انا الى الان جبت اول مطلوب، هو عاوز في 1 وفي 2، لا انا جبت 2، انا جبت في 2 اي وجبت في 1. عاوز اجيب بقى الار دي بكام ديت؟ 9 فولت. طب مش انا معايا الكرنت مستر، هو الكرنت بتاع الار دي هو الكرنت بتاع الار دي؟ اه، دول اسمهم توصيل سيرس يعني متتالي ورا بعض. توصيل سيرس يعني متتاليين ورا بعض. يلا يا باشا، يبقى الار قانونها عباره عن في 1 على اي. مش انت معاك في 1 ومعاك اي، يبقى كده الار بقت معاك في 1 ب 9 والاي ب 3 يطلع بتساوي 3 اوم. يبقى فين الاختيار؟ اهو ادي في 1 وفي 2 و3 اوم بتاعتنا احنا بنتكلم عنها. في 1
اللي هي ب 9 فولت ديت في 1 هي مش محطوطه طبعا بالترتيب، وادي في 2 وادي هي مين وادي قيمه الار اللي هي ب 3 اوم. هو عموما كده 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 ما فيش اي اختيار في الاختيارات كلها صح غير الاختيار ده فقط. طبعا لو عاوز تاكد ان اجابتي صح، انا جبت في 1 ب 9 وديت ب 3، فلو جمعت ده زائد ده هيديك 12 اللي هي فولت الباتري الموجود عند حضرتك دوت. كويشن نمبر 5، الكترون روتيت اراوند نيوكليوس ميكينج 3 ملتبلاي 10 باور 16 ريفولوشن بير مينيت، كالكوليت ذا الكتريك كارنت انتنسي واداني الاي روتيشن. هروح للقوانين بتاعه اي ايكوال كيو في اف او كيو في فيلوستي على 2 باي ار. انا لا معايا فيلوستي ولا معايا راديوس، معايا فريكوانسي. يبقى انا اول حاجه هعملها القانون بتاع الكرنت انتنسي هنا مين يا ابو الابطال؟ كيو في اف، صح يا حماده؟ طيب اي بقى الكيو قال لك ان الكترون، يعني الكترون واحد، الكيو بتتفك ان في اي ملتبلاي فريكوانسي. طب نمشي مع بعض واحده واحده، واوعى تقع في المطب هشوفك هتقع فيه ولا لا. عدد الكترون ب 1، التشارج بتاعت الكترون 1.6 في 10 باور 8 في 19، الفريكوانسي بتساوي 3 ملتبلاي 10 باور 16. خلي بالك لغايه اللقطه دي انت هتحل غلط، ناقص لك حته. ليه؟ لان دي المفروض ريفوليوشن بير سكند، مكتوبه ريفوليوشن بير مينيت، يبقى المينيت دي تتحول لسكند. ريفوليوشن بير مينيت، المينيت ده هتتحول لسكند، يعني اقسم على 60 مش اضرب في 60 لان المينيت تحت في الدومينيتور، فيبقى كل ده ديفايدد 60. يلا بنهنا والشفا طلع الكرنت انتنس بتاعك ايكوال كام؟ كالكوليتر معاك، يلا بينا كده نحسب الحسابات، يلا بينا. بسم الله، يبقى دي 1 في 1.6 في 10 باور 8 في 19 ملتبلاي 3 ملتبلاي 10 باور 16 ديفايدد 60، هيطلع الانسر 8 ملتبلاي 10 باور 8 في 5 امبير. ادي الاجابه، عبي له وادي له قوانين يا حماده وتعبيها تلاقي المساله طلعت معاك صح. ماشي، كويشن نمبر 2 او 6 اسف، تو ميتاليك كوندكتور اي اند بي كارينج الكتريك كارنت اوف انتنسي اي اند 2 اي ريسبكتيفلي، سو ذا ريشيو بتوين ذا نمبر اوف الكترون ذا باس ثرو ا سيرتن كروس سكشنال اريا ديورينج سيم تايم انترفال ايكوال كام؟ عملنا واحده زيها في السيشن ورك شيت، بس تعالى يا عم ناكد عليها تاني. قال لك اتنين كوندكتور، واحد فيه ماشي فيه كارنت اي وده كوندكتور اي، والتاني ماشي فيه كوندكتور 2 اي ده كوندكتور بي. يا ترى ريشي ما بين عدد الكترون اي اند بي اللي بتعدي في الاريا within the same time، يبقى هو مثبت التايم. طب بص حماده كده، الاي بتساوي ان في اي على التايم، يبقى الان بتساوي اي في التايم على اي، اي في تايم على اي. انا بقى عاوز اقول ان اي على ان بي، طيب كده يبقى ان اي على ان بي، الان مع الاي، الان مع الاي دايركت، يبقى بتساوي اي اي على اي بي، لو كانت انفرس كنت عكس. اقول بقى في تي اي على تي بي، ما هو قال لك سيم تايم، فالتي والتي هتروح. طب في حاجه اسمها اي اي واي بي، لا تشارج الالكترون دي ثابته، يعني القيمه بتتكنسل برضه في ريشيو. طب ما كده يا باشا ما تديها في التعويض بقى، اي اي باي واي بي ب 2 اي، فتشيل الاي مع الاي تطلع الاجابه 1 اوفر 2، ادي الانسر. السؤال نمبر 7، وده كان اول حركه في الحصه بتاعتنا اساسا جوه حصه الشرح، كان بيقول لك which of the following electric circuit show conventional direction and direction of free electron. الفري الكترون كانت بتتحرك يا بطل من الطرف النيجاتيف للبوستيف، فكده ده صح. والconventional current اللي هو الكرنت ده حركة البوستيف تشارج بيتحرك من البوستيف للنيجاتيف، طب يبقى كده ده صح.
طالما الاتجاهين صح يبقى اختار الاختيار بي. هتلاقي في كل واحده من دول واحده صح والتانيه غلط او الاتنين غلط. يعني في اول واحده تلاقي اتجاه الكرنت صح، اتجاه الالكترون غلط. تالت واحده تلاقي اتجاه الالكترون غلط والكرنت غلط. دي تلاقي اتجاه الالكترون مظبوط بس اتجاه الكرنت ماشي بين النيجاتيف والبوزيتيف غلط. فهو عمال يجيب لك واحده صح وواحده غلط هنا، الكونفنشنال والالكترون دايركشن الاثنين صح. تعال نبص على كويشن 8. في السؤال اللي جاي بيقول لك ذا اوبزيت فيجر جرافيكال ريليشن شيب فور ذا سيم كوندكتور. فروم ذا فيجر وي كونكلود ذات مين اعلى تمشر من مين. حلو السؤال ده قوي 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 يا شباب. في مع اي يطلع السلوب بيساوي ار، وكلنا نعرف وخدنا في الحصه ان الريزيستنس والتمبشر علاقه ايه؟ دايركت. قلنا لما بتمشي بتزيد بيتزيد الكاينتيك انرجي بتاعت الاتوم، فبيزيد الكوليجن ما بين الاتوم والالكترون فبتزداد الريزيستنس. حلو. الجراف ده في على اي يطلع السلوب ار. يعني يا استاذ بالنسبه الجراف الاولاني ده، ده سلوب كبير ار كبيره يبقى تي 1 كبيره. اللي تحت ده ابو انجل صغيره، سلوب صغير ار صغيره، واللي عنده ار صغيره بقى التمشر بتاعته صغيره، يبقى كده تي 1 اعلى من تي 2. سؤال حلو جه زيه في امتحان سنه 2019. طب السؤال اللي بعده كويشن نمبر 9 بيقول لك in the opposite figure a negative electric charge of 2 micro coulomb charge. بص احبك، بص يا تدلع نفسك. 2 مايكرو كولوم، مايكرو كولوم اضرب في 10 باور نيتف 6. ليه؟ عشان تبقى بالكولوم يا حماد. نظبط التظبيط. 2 مايكرو كولوم لازم احولها لكولوم، فاضربها في 10 باور نيتف 6 من مايكرو كولوم، العكس اضرب في 10 باور 6 ثرو كروس سكشنال اريا اكس ان تايم 4 ملي سكند. وعندك واحد تايم مصلحه حماد 4 ملي سكند. طب الملي ازاي تبقى سكند؟ اضرب في 10 باور نيتف 3. السؤال بيقول لك يبقى قيمه الكرنت انتنس بكام والدايركشن بتاع الكونفنشنال كرنت ايه؟ الكرنت انتنستي هو عباره عن كوانتيتي تشارج على التايم، يعني 2 في 10 باور نيتف 6 على 4 في 10 باور نيتف 3. هتطلع الاجابه معانا كده 0.5 في 10 باور نيتف 3 امبير. هنا هيجي عندك حته محيره، ان في عندك 0.5 بس مكتوب جنبها ملي امبير و10 باور نيتف 3 اختفت. يبقى الموضوع بسيط، نحول من امبير لملي امبير. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. من امبير لملي امبير، يلا حبيب قلبي، احنا قلنا من ملي امبير لامبير نضرب في 10 باور نيتف 3، العكس من ملي امبير لامبير 10 باور نيتف 3، العكس تاخد نفس الباور بس تغير الاشاره يبقى بالبوستيف. فاكيد البوستيف 3 والنيجاتيف 3 هيروحوا مع بعض، فيبقى الكرنت انتنس قيمته 0.5 ملي امبير. خدت بالك من قيمته؟ لغه عربيه فصحى. فتحتار اكيد مش زي الحمار لان انت شاطر. يا ترى خد دي ولا دي؟ ده 2 0.5 اهو. ما هو عاوز اتجاه الكونفنشنال كارنت. هو الكونفنشنال بيمشي منين يا واد؟ والله الالكترونز بتمشي توورد رايت، لكن الكارنت بيمشي زيها ولا العكس؟ يعني الالكترون تمشي من اكس لواي. هل الكرنت، هل الكونفنشنال ياخد نفس اتجاه الالكترون؟ لا، الكونفنشنال عكس الالكترون، يبقى ماشي كده. يبقى ماشي من واي لايه؟ من واي لاكس. فيبقى الاجابه الصح تبقى مين؟ تبقى دي ابو الابطال. كويشن نمبر 10. An electric current intensity 10 ملي امبير passing through wire. So the number of electron that passes through cross section area through 10 second equal كام؟ انت اخدت اي ايكوال ان في اي على التايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاي معانا، اي معانا، تايم معانا، عاوز الان. يبقى النمبر اوف الكترون عباره عن الكرنت في التايم اوفر اي. نشوف الكرنت 10 ملي امبير، عارف عودت نفسك على الكونفرتات ايدك اوتوماتيك هتبقى شغاله.
والتايم 10 سكند والالكتريك تشارج. هو مستر ما ادهانيش احفظها، قلت لك كذا مره على مزاجه، مره تلاقيه بيديها لك ومره تلاقيه مطنشك وبيشوفك انت مش عارفها، قول له انا عارفها، قول له انا عارفها. يلا اي اللي هي كام 10 في 10.3 في 10 على 1.6 في 10.19 تطلع اجابه 6.25 في 10 باور 17 الكترون. ادي الانسر. يلا نبص على كويشن 11 مع بعض. بيقول لك ذا اوبز فيجر ريبريزنت ريليشن بتوين انتنستي اوف كرنت اي باسنج ثرو كوندكتور اند تايم. السؤال زي الكتريك تشارج اللي بتعدي ثرو 5 سكند. احنا قلنا ان الاريا اللي تحت الجراف بتاع الاي والتي تدي كوانتيتي تشارج. طبعا ده سؤال من كتاب المدرسه، سكول بوك، كتاب المدرسه ده كتاب لسه متعدل طازه واسئلته كتيره ما جاتش لسه في الامتحان، كتيره بالهبل. طيب بص يا عم الحاج كده، يلا بينا. الشكل جاي متقسم لك، ادي تريانجل وادي هنا ريكتانجل وهنا في ريكتانجل كبير. فاحنا هنجيب الاريا اللي اندر جراف، يبقى كوانتيتي تشارج بتساوي اريا التريانجل عباره عن هاف البيز، البيز باتنين اهو، في الهايت. الهايت اللي هو من 3 لغايه 5 تقول 5 ماينس 3 يبقى 2، كده اريا التريانجل بلس اريا ريكتانجل الصغنون ده لينس اوف ويتس يبقى 3 في 2. اريا ريكتانجل الكبير ده من 2 ل 5 يبقى 3. في اللينس من 0 لغايه 5 يبقى 5. نجمع يلا، شيل 2 مع 2 يبقى ادي 2 بلس 6 بلس 15 يبقى ادي 21 و 2 يبقى 23 كولوم. ادي الانسر 23 كولوم. والله سهله. تعال نبص عندك على السؤال الاخير ده. According to Bohr model hydrogen atom moving in a circular path of radius كذا بسبيد كذا، hence الالكتريك current due to motion equal كام؟ ايه ده radius وايه ده velocity؟ بيتحرك في مسار دائري، يبقى قانون Q في velocity على 2 by R. يلا ال Q قال Bohr model وهيدروجين اتوم، يبقى عدد الكترون ب 1 N في E في ال velocity على 2 باي ار. يلا بقى نعوض ونحط ارقامنا ونفرح. الكترون ب 1، الاي حماده ب 1.6 في 10 باي 19، الفيلوستي هو مديها لك اهي عندك ب 2.2 في 10 باور 6 على 2 باي 3.14 في الريديوس اللي هو مديهولك 5.3 في 10 باي 11، وعملناها انا وانت في السيشن ورك شيت عشان تكون عارف، حليناها انا وانت سوا. طب يلا ادي كده 1 في 1.6 في 10 باور 19 ملتبلاي 2.2 في 10 باور 6 ديفايد 2 في 3.14 في 5.3 ملتبلاي 10 باور 11 هيطلع الانسر 1.05. بص بص الانسر طلع ايه بتاع الكرنت تنستي، 1.05 ملتبلاي 10 باي 13. طب 1.05 يعني كاني بيقول لك الكرنت ايكوال 1 في 10 باي 3. طب 1 في 10 باي 3 اللي هي ايه؟ يعني 10 باي 3. صح 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 يا حماده. لغايه هنا خلصنا مع بعض اسئله الكلاس ورك شيت. وانت عارف طبعا ان جوه ورقه الامتحان بيكون في جزء من الاسئله اسمها الاسئله الاسي، تمام؟ يلا بينا مع بعض نروح نشوف الاسي كويشن. بدايه الرحله، الرحله اللي هتكون انت فيها بطل حكايتك، الرحله اللي هتؤهلك لحياتك الجامعيه ومسيرتك المهنيه اللي انت بداتها من وانت طفل صغير وداخل الحضانه لاول يوم لحد ما وصلت لمرحله ثانويه عامه علمي. وعشان انت تستحق تكون الاول انا معاك وفي ظهرك للنهاية. يلا بينا نبدأ حكايتك اللي هتكون فيها بطل من ابطال اوائل الجمهورية دفعة 2025 بمشيئة الله.